بالنسبة لما تفضلت به الأخت اللي تكلمت على ما يسمى بالمسؤولية التقصيرية ديال الزاني على ابنه اللي هو بين قوسين ابنه البيولوجي، هذه الفكرة أنا اللي ناديت بها لما كنت وزير عدل، وكيعرفوا بعض الناس اللي هما قانونيين بأنه كاين واحد الفوج ديال المحامين سميتو فوج عاصي ومرة. شنو فوج عاصي ومرة؟ أنا ما كنتش بحال شي وحدين الامتحان ديالي يتسرب والمحسوبية الامتحان الوحيد ديال المحامين، الامتحان الوحيد ديال المحامين الوحيد في تاريخ المغرب بلا فخر، وكنقولها وأنا كنخرج عينيا، الامتحان الوحيد ديال المحامين اللي داز نزيه هو اللي داز معاد الرامي، ولأسباب كثيرة ومن جملتها أن الأسئلة ما مشيتش كنطرحها قبل، كنمشيت كنطرحها في هذاك الصباح، في الصباح كنمشي عند اللجنة اللي كانت في الدار البيضاء اللي كتكون من الرؤساء الأولين والوكلاء العامين ونقباء المحامين ديال المناطق الدار البيضاء الجديدة سطات خريبكاع بني ملال، وكنطرح عليهم نطرح أنا وياهم الأسئلة، فطرحت عليهم هذا الموضوع رحبوا به وكتمته بيدي، وصلنا في الواتساب للمراكز الأخرى. شنو كيقول هذا السؤال؟ أن عاصي سميته عاصي ارتكب معصية الزنا بمرة سميتها مرة، باش ما يتسماش بأننا دخلنا في شيء، عاصي عاصي الله ومرة، وثاني ما نسميش أسماء اليكين، عاصي ومرة دخلوا في علاقة غير شرعية ترتب عنها ابن. جات عندك هذيك مرة أنت كمحامي وقالت لك بغيت ندعي عاصي باش يتحمل معايا مسؤولية هذا الابن هذا في الإنفاق عليه وفي القيام بشؤونه، ما هو المقال، صيغ مقال على ضوء الفصل 77 78 وقلنا لهم الفصل 77 78 اللي هو من قانون التزامة العقود ماشي منظومة الأسرة، قانون التزامة العقود اللي كيتكلم على مسؤولية الإنسان التقصيرية لما كيرتكب شي خطأ، كل إنسان كيقول كل إنسان إلا ومسؤول عن الأخطاء ديالو ويلتزم بالتعويض على الأخطاء ديالو. لكن هذا علاش جبت السؤال؟ لأنه أنا عارف بأن القانون كاين، هذا الفصل كاين وراه كيغطي هذه الحالة هذه، وراه هو كيعطي الحق للمرأة اللي هي لا قدر الله زنا بها شي واحد وترتب عليها ابن أنها تمشي تطالب ماشي بالنفقة الشرعية، لا ماشي نفقة شرعية في القانون دابا، كتطالب بالتعويض لهذاك الابن على الضرر اللي حدته هذاك السيد باعتبار أنه يدير ضرر وهو دير ضرر اشترك في الضرر، فينبغي أن يتحمل مسؤولية الضرر كليهما ما كتحملش غير هي في إطار قواعد ما يسمى في القانون بالمسؤولية التقصيرية. علاش قلت لنا هذا الشيء كل شيء؟ لأن السعد إلى كان كيقول لي السلام خرج القانون في هذا الشيء، دير قانون كنقول لي السلام إلى ما يعني علاش ندير قانون؟ لأن القانون موجود، قواعد عامة كي موجودة، ودرت هذا السؤال باش أنني ننشر الوعي في المجتمع بأن راه كاين هناك قانون يعطي يعالج هذه الحالة ويعطي المرأة اللي عندها هذا المشكل هذا ووقعت في هذا الحرام أنها تعالج هذا الموضوع بهذه الطريقة. كان هذا رأيي. لكن مع تعميق النظر والمناقشة غيرت رأيي إلى ما سمعتم، فأنا أؤمن إيمانا شديدا بأن ولد الزنا الحرام اللي هو على كل حال منبوذ ومدموم و و و و راه كما تترتب العلاقة البنوة الشرعية الأم خاصة تحت الأب إذا ثبتت بموجبات. شنو هو؟ هو كما قلنا الإقرار، كما هناك الإقرار كما أنه يكون في الخطبة خاصة يكون أيضا إذا كان لديان.